أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد تطبيق خطة للتأمين الطبي لمعرض القاهرة الدوري للكتاب في دورته 52. وقد أوضح المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد أن فرق التواصل المجتمعي تجوب ساحات المعرض لتقديم التوعية الصحية لرواده. أشار المتحدث إلى توفير 6 عيادات متنقلة موزعة بممرات دخول المعرض، مشيرا أيضا إلى أنه قد جرى الدفع ب10 سيارات إسعاف من بينها سيارة ذاتية التعقيم لنقل أي حالة قد يشتبه في إصابتها بأعراض فيروس كورونا. أحمد عبد الرازق سيكون معنا على الهواء مباشرة من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعقد وكما أشرنا في دورته 52. أحمد، أنت موجود من ساعات الصباح في معرض القاهرة الدولي للكتاب في أول أيام فتح أبوابه أمام رواده والراغبين في القراءة. على مستوى الرعاية الصحية في ضوء الخطة التي أعلنتها وزارة الصحة، ما هي أبرز ملاحظاتك؟ تحياتي لك أحمد. بالفعل هذا معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52، وإذا أردنا أن نتحدث عن الإجراءات الصحية المتبعة في هذا المعرض، دعنا نبتعد قليلا أو نعود قليلا إلى قبيل انعقاد هذا المعرض أو تدشين هذا المعرض بنحو شهر على الأقل. من خلال تصميم المعرض صمم المعرض بحيث يكون هناك مساحات بين الأجنحة أكبر مما كانت من قبل تتيح عدد أكبر من الزائرين، مع بالحفاظ على مسافات التباعد بينهم. تم التنسيق مع وزارة الصحة قبل بدء المعرض بفترة كافية من أجل التعرف على عدد الزائرين، على المساحات، على الأماكن التي توضع فيها سيارات الأسعاف والسيارات المتنقلة والسيارات المعقمة التي تحدثت عنها. وبالفعل منذ الصباح في اليوم الأول هناك انتشار للفرق الطبية، ليست فقط فرق معنية بالكشف على الزائرين أو ما شابه، ولكنها فرق للتوعية تقوم بإرشاد الزائرين إلى أهمية التوعية، أهمية التوعية الصحية، اتباع الإجراءات الاحترازية، أهمية الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي، ارتداء الكمامة وما إلى ذلك من إجراءات. أيضا هناك تأكيد طوال الوقت أو إرشاد طوال الوقت من المتطوعين والعاملين أيضا في الفرق الطبية الخاصة بوزارة الصحة على أهمية ارتداء الكمامة. لربما أحد الزائرين نسي ارتداء الكمامة داخل المعرض أو رفعها عن وجهه، فيقومون في الحال بتوجيهه إلى أهمية ارتداء الكمامة. هذا ما يخص التنسيق في ال. طيب أحمد، أنت كنت أشرت في وقت سابق إلى أن هناك طاقات قصوى متحملة داخل أجنحة المعرض تزامنا مع الظروف الاستثنائية والإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا. كيف تضبط هذه الطاقات القصوى الخاصة بكل جناح داخل المعرض؟ مبدئيا تم وضع أو تحديد الحد الأقصى لزائري المعرض ب100,000 زائر يوميا. عندما تد أحمد، هذا المعرض مكون من 4 قاعات كبرى. قبل أن تدخل إلى القاعة من الباب الخارجي هناك شاشة تفاعلية، شاشة عرض. هذه الشاشة يتم عرض عليها أعداد الزائرين داخل كل قاعة، ليس داخل كل قاعة فقط، ولكن أيضا داخل المساحات البينية بين القاعات الكبرى، سواء كانت بلازا كما تسمى هذه البلازا التي بين القاعتين الكبرتين 1 و2 أو بين 3 و4، أيضا حتى مساحة الفراغ ما بين القاعتين 1 و2 والقاعة 3 و4. يتم رصد عدد الزائرين من خلال كاميرات بها تقوم هذه الكاميرات بعد عدد الزائرين في كل أماكن التجمع. وعندما يزيد الحد أو عدد الزائرين عن الحد المسموح به في هذا المكان، يتم التدخل من قبل المتطوعين ومن قبل العاملين أو المشرفين على المعرض من أجل تخفيف هذه الكثافات وعمل توازن بالكثافات الموجودة داخل المعرض. بالفعل يتم مراقبة هذا الأمر بشكل جيد على مدار الساعة، ويتم عرض الزائرين أو عدد الزائرين طوال الوقت على هذه الشاشة التي تحدثت عنها. بالفعل أحمد، الإعداد لهذا المعرض كان استثنائيا، أو هذا المعرض هو استثنائي في كل فعالياته وكل أنشطته. يعني
يعني دعنا نبدأ بالحديث مثلا عن المنصة الرقمية التي تحجز من خلالها التذكرة، ليس هذا وحسب، ولكن يمكنك أيضا أن تتابع كافة الفعاليات والأنشطة داخل المعرض من خلال هذه المنصة التفاعلية. يمكنك أيضا أن تقوم بحجز الكتب التي تريد اقتنائها أو شرائها. يمكنك أيضا التعرف على كافة الأنشطة وحضور الندوات فقط من خلال هذه المنصة التفاعلية. هناك حضور ل25 دولة من العالم، من كل العالم، وربما أقف الآن في الجناح الخاص ببعض الدول العربية، عن يساري تونس والأردن وفلسطين والسودان وأريتريا والصومال واليمن والبحرين والإمارات، عدد كبير من الدول العربية في هذه المساحة التي أقف فيها. خصصت كل قاعة بعدد من الأجنحة، كل جناح له سمة معينة، فهناك ركن خصص للأطفال وهو ركن مميز بالفعل في المعرض هذا العام، لأنه يقدم كتب الأطفال في مساحة محددة لهم وليست منتشرة في كل الأجنحة كما كنا معتدين من قبل. يستطيع الطفل اقتناء الكتاب الذي يبحث عنه أو البحث عن الكتاب الذي يريده أو العنوان الذي يريده بسهولة وبيسر. نعم، ونحن في أول الأيام التي فتحت فيها أبواب المعرض للزائرين، وزيرة الثقافة قبل أيام من إطلاق هذا المعرض قالت أن هناك مبادرة تحمل اسم كتابك ثقافتك، وأشارت إلى أن هذه المبادرة تركز على منح الحق في القراءة للجميع بكتب من الناشرين المختلفين بأسعار زهيدة للغاية. هل كان لك أي ملاحظات أو زيارة إلى هذا الرواق؟ بالفعل يا أحمد، هذا الرواق يسير جنبا إلى جنب، أو هو بديل لسور الأزبكية، فهو يقدم الكتب الجديدة أو الإصدارات الخاصة به، ليس فقط المؤسسات الرسمية المتمثلة في هيئة الكتاب وهيئة قصور الثقافة أو كافة الهيئات التي تصدر كتب من خلال وزارة الثقافة، ولكن أيضا إلى جانب دور النشر الخاصة يقدمون الكتب الحديثة بأسعار زهيدة بالفعل، تتراوح ما بين 5 إلى 20 جنيه. وهذه هذا الرواق أو هذا الجناح عليه إقبال شديد نظرا لكثرة الإصدارات فيه أو العناوين فيه، ورخص أيضا أو يعني خفض الأسعار فيه. هذا جزء من الفعاليات والأنشطة التي يقدمها المعرض هذا العام. فضلا عن كل ما تحدثنا عنه من أنشطة، هناك أيضا يعني الزائر إلى معرض الكتاب لن يتجول فقط داخل أروقة الكتب، ولكن هناك مساحات يستطيع أن يجلس فيها من أجل تناول الطعام. هناك فود كورت أو منطقة مخصصة لتناول الطعام، يستطيع أن يحصل على الطعام الذي يريده بأسعار عادية، بأسعار في متناول الجميع. هناك العديد من الفعاليات والأنشطة، كل ذلك يتم مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية داخل المكان. هناك أيضا كتب مبسطة للأطفال، هناك كتب صوتية يستطيع الزائر أن يستمتع بها أو يستطيع أن تحميل التطبيق الخاص بها. الحقيقة أحمد، كما ذكرت في أول هذه الرسالة، بالفعل هذه دورة من دورات معرض الكتاب دورة استثنائية في كل عناصرها. هذا هو المشهد الذي رصدناه على مدار اليوم. أشكرك شكرا جزيلا أحمد عبد الرازق مراسلنا على الهواء مباشرة من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب، شكرا جزيلا لك.